مشروع قهوة السعادة احنا بنطلع 10% من مبيعاتنا للفقراء والمساكين. بيجي عندي الزبون، باخذ كاسة قهوة، بعطيه شلن، بحط عندي حصالة صغيرة في العرباي، بحط الشلن هذا بحصالة. الحصالة هاي بنطلعها كل جمعة، كل جمعة نفتح الحصالة هاي ونوزع المصاري اللي فيها، نوزع فيها طرود خير، نعم فيها طرود خير للفقراء والمساكين. أول هدف حابه يوصل إلي إنه تطبق فكرة السعادة لجميع المجتمع.